إطلاق دليل للتكفل بمرضى التهاب الكبد الفيروسي من شأنه المساهمة في تقليص نسبة الإصابات والوفيات بالفيروس باء وجيم، حيث يتلقى سنوياً 3000 مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي من النوع جيم العلاج بالجزائر. يهدف هذا الدليل إلى تقييس التكفل التشخيصي والعلاجي للمرضى المصابين بعدوى فيروسية مزمنة بفيروس باء وبفيروس جيم، وستكلف لجنة خبراء بمتابعة وتقييم تنفيذ هذا الدليل. التهاب الفيروسي السي سيكون أول مرض ليقضي عليه دواء، كما تحكمي درك الضغط في الدم ولا لو ديابيت ما كان حتى دواء يضغط يقضي عليه، ولكن فيه دواء اللي راح يقضي على الهباتيت سي. الدواء هو يعني مصنوع هنا في الجزائر ومتوفر، يعني متوفر ما فيه حتى مشكل. التقليص من عدد المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي جيم يعتمد على الرفع من وتيرة التكفل بالمرضى. الدليل وحد كيفية العلاج لتوفير التكفل الأمثل. تم الاتفاق الآن على دليل واحد وبطريقة واحدة وموحدة على المستوى الوطني، على مستوى كل المراكز الموجودة على مستوى الوطن، بطرق علمية و كما نقولوا الواحد آنية اكتواليزي. على هذا الأساس هذا احنا الآن خاص وينقص أمر التنظيم، وهو تنظيم المراكز والتكفل من جهة، ثانيا يجب العمل بالشبكات عن طريق شبكة، ثالثا يجب التعامل مع المريض عن بعد، وهذا ما استخلصناه من خلال هذه الجائحة تاع كورونا. الأدوية المصنعة محليا والتي توصف مجانا للمرضى تبقى فعالة في نظر المختصين، حيث تتجاوز نسبة فعاليتها 95%، وبهذا فالتكفل التشخيصي والعلاجي المبكران يمثلان الحل لحصر انتشار المرض.